يا أخي والله جننتني، كم مرة بدي أعد لك العنوان يعني؟ ليكني على الباب واقفة. مرحبا. أهلا. عفوا. ليكني على المدخل، مدخلنا جنب المدخل الأبيض الكبير، شفته ولا لا؟ والله يا أختي الظاهر إنه ضايع. فهمت عليكي، باب أبيض كبير بس مو عم لاقي، مو عم لاقي. طيب شو ساوي؟ ما طيب هلا راح دور وب... حبيب القلب إلا خلص وصلت إدنا الطلب. طيب وصل. أدي حسابك؟ 80,000. يلا أعطيني إياه لو سمحت. على راسي. تفضل. اهلا وسهلا فيك. بس دقيقة سبعة خمسة حساب. شايف. يسلم ايديك. شكرا شكرا. على راسي. تفضلي. شاب الدليفري ما له عرف على العنوان منيح، فأنا أخذته منه. صح ولا؟ يسلم ايدك ما قصرت، بس قديش دفعت؟ هالمرة هدول ضيافة مني كونكم ساكنين جديد. تفضل. يا أخي مستحيل، لا تحاول. ليك ما فيني. ليكي نازلة يلا. أوكي. صدقيني ما رح أخذ مصاري. مرحبا. بيتزا هلولة؟ تخبولي حصتي إيه أو انطروني. مرحبا. هذا مرحبا. باي. بس لو سمحتي خلص خديهم. نفخت لي قلبي، خذ المصاري لأخذ البيتزا. لا إذا هيك الحكي أنت نفختي لي قلبي ما رح أخذ مصاري. مرحبا. مرحبا. لو سمحت خذ المصاري. نور حتى أنت مستحيل أخذ مصاري إذا بتريدي. لو سمحت أنا هيك بفضل، لا تحرجني. هيك المعاملة صارت. طيب شكرا. شكرا لك. فوتي. نور ما كان في داعي يطلع خلقك هالقد، يعني الشاب بتصرف بقمة الذوق واللطافة. ما أنا هاي هي مشكلتي، قمة الذوق واللطافة لزيادة عن اللزوم يلي مانن بمحلهم. شو على شو عم تحكوا؟ عن المهندس حسام، يعني أصر بده يدفع حق البيتزا من وين لوين، هو مهندس عم بيعملنا صيانة للبيت الفوقاني. عادي نور، في ناس بتحب تقدم حالها بهي الطريقة أنه هو لطيف، يعني هلأ طرقني ابتسامة تحت عملت لي مشكلة مع جاد طولة 10 دار. ها هاي قلتيها ابتسامة. أنا بس بدي أفهم كم ابتسامة بيعمل بالتنكة. ما بعرف يا نور، أنت كتير متغيرة، يعني قبل كنت أراق وألطف وأرقى. أنا؟ طيب يا جماعة بلكي الشاب عن جد عنده مشكلة ونحن مو شايفينها مثل ما عم تحكي نور. برافو عليك يا هلا. عن جد أنا بس حقلكن على شغلة وبصراحة، هاي الأسلوب تبع اللف والدوران والطيبة الزايدة ما بدي، بقطع الطريق من أوله. خلصنا بقى، لشو هالجلقة؟ هاي بيبي خلص عملي اللي بريحك. بطلت آكل. آه.